العالم يحكم من المياه. بينما كان صدام حسين يحتفل بنصره في الكويت، كانت البحرية الأمريكية تدخل مياه الخليج العربي وتوجه صواريخها ومدافعها نحو قواته بانتظار إشارة من البيت الأبيض. بعدما نفذت حصارها البحري على العراق حدث المتوقع. فجر 17 من يناير عام 1991 أطلقت البوارج الأمريكية من الخليج العربي 27 صاروخا من طراز توماهوك، استهدفت أبرز المواقع العسكرية واللوجستية للجيش العراقي في العراق. ثم تحركت عشرات الطائرات من الحاملة USS ميدواي، أضخم سفينة حربية عرفتها البشرية، لتضرب أرض الرافدين بمعدل 1000 غارة يوميا. واستمر القصف حتى جاء القرار بدخول حرب الصحراء. لم تحسم حرب الكويت على البر، بل حسمت من المياه وانتهت من المياه. عندما دمرت طائرات الحلفاء المنطلقة من حاملات الطائرات أرتال من الجنود والآليات العراقية المنسحبة من الكويت أواخر فبراير من ذات العام، دخلت واشنطن الخليج العربي وفردت عضلاتها فيه. وقبل الخليج دخلت شواطئ اليابان وأوروبا وقالت للعالم: أصلكم كيفما أشاء فكيف تقدرون علي؟ وأكدت للبشرية من جديد أن من يحكم البحار والمحيطات سيصل للبر سريعا. هذا وثائق ستاب نيوز الذي سنروي لك فيه حكاية حكم البحار. بداية، تعرف الحرب البحرية بأنها القتال على سطح البحار أو المحيطات أو أي جسم مائي كبير مثل البحيرات والأنهار. ومن هنا انطلق صراع البشرية تقريبا. فمنذ الأزل اقتربت المدن والحضارات من المياه، ولطالما قامت أقدم المدن في التاريخ على ضفاف الأنهار، وشيدت أعرق الحضارات على شواطئ البحار والمحيطات. فقبل ظهور السكك الحديدية ووسائل النقل البرية، استخدم البشر الأنهار والقنوات والمعابر المائية الصالحة للملاحة لنقل بضائعهم والتنقل بين المدن. وسرعان ما تحولت تلك العملية إلى محط صراع ومنافسة. فمن يسيطر على الطريق ذاك يسيطر على المنطقة، فما بالك بمن يصل لشواطئ دولة جديدة. وكان لزاما على البشرية أن تؤسس ما سيعرف لاحقا بالأساطيل البحرية. وفي عودة للتاريخ، تشير منقوشات فرعونية في مصر أن أول أسطول بحري أسس في مصر، وتحديدا في عهد الملك سنفرو، وهو أول ملوك الأسرة الرابعة الفرعونية، حيث جلبها من سوريا عندما حمل معه سفنا صنعت من خشب الأرز والتي بقيت لعامين تجلب احتياجات مصر من خلالها. بعد أن صنعت في مصر المزيد من السفن، وحينها بنى ملك الفراعنة أكبر السفن في العالم، وبقيت تجري في البحر المتوسط حتى الأسرة الخامسة. فأسست تلك البحرية الحديثة أنذاك فرصة للدول والإمبراطوريات القادمة لتشرح لها أهمية النفوذ على البحار والمحيطات، فكانت النتائج أكبر من المتوقع. مصادر أخرى تقول إن أول بحرية في التاريخ كانت بحرية الفينيقيين، والفينيقيون هم الذين عاشوا في المنطقة التي تقع في أجزاء من لبنان وسوريا وفلسطين الحالية. كانوا معروفين بمهاراتهم في الإبحار والتجارة البحرية منذ حوالي 3000 قبل الميلاد. كان لديهم أسطول من السفن الصغيرة التي استخدموها لاستكشاف البحر المتوسط والاتصال التجاري مع الشعوب الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانوا مهتمين بنقل البضائع والثقافة والفنون بين الشرق والغرب في العصور القديمة. ويؤكد مؤرخون أن تطور بحرية الفينيقيين كان أساسا لتطور البحريات اللاحقة في التاريخ. مرت السنوات واعتاد البشر على ركوب البحار والمحيطات، وفي ذات الوقت تحولت لطرق نقل مهمة للغاية ووسيلة لغزو الدول والوصول إليها عسكريا، بدلا من اتخاذ طريقة الغزو البري المجهد. ففي أوروبا كانت الإمبراطوريات المتعاقبة تطور أساطيلها، وحينها جاء الدور على العرب والمسلمين ما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذ أقدم العصور عرف العرب والمسلمون البحار،
وذلك كونهم عاشوا في قلب منطقة تحدها البحار والمحيطات. لكن ذروة صعود البحرية الإسلامية كانت في عهد الخلفاء الراشدين. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لم تشهد البحرية الإسلامية ذلك التطور الكبير. فيذكر خطاب عمر لواليه في مصر عمرو بن العاص الذي تحدث له فيه عن البحر بالقول: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود. لكن في العام 656 ميلادي كان الخليفة عثمان بن عفان أقل حذرا من عمر، فعندما استأذنه واليه في الشام معاوية بن أبي سفيان لغزو قبرص قال له: فإن ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذونا لك، وإلا فلا، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعن. وهنا كان التحول في تاريخ البحرية الإسلامية، حيث دخل المسلمون قبرص قادمين من البحر وهيمنوا على البحر المتوسط على امتداد الساحل الشمالي الأفريقي. لكن في ذات الفترة كان أمام المسلمين حدث مفصلي سيمنحهم القوة والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وكانت معركة ذات الصواري، وهي أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي، جرت عام 656 ميلادي، وكانت بقيادة القائد العسكري عبد الله بن أبي السرح، بينما كان يقود الأسطول البيزنطي قسطنطين بن هرقل. وحدثت المعركة في أعقاب محاولة غزو الأسطول البيزنطي للإسكندرية من أجل استعادة السيطرة البيزنطية على مصر، وانتصر فيها المسلمون، وكانت إعلانا رسميا لسيطرتهم على البحر الأبيض المتوسط عقب انكسار البيزنطيين في ذات الصواري. انفتح الباب أمام المسلمين لبلوغ الهيمنة البحرية في البحر المتوسط، فبدأوا محاولاتهم لفتح الأندلس بالسيطرة على جزر البليار الأربع الواقعة قبالة ساحلها الشرقي. وتطورت البحرية الإسلامية سريعا حتى تولت أسرة الأغالبة حكم أفريقية بتفويض من الخليفة العباسي هارون الرشيد، والذين حرصوا على تقوية أسطولهم العسكري، فأكثروا من إنشاء السفن الحربية لفتح الجزر البيزنطية، وكان لهم النصر بفتح جزيرة صقلية عام 827 ميلادي. ومثل ذلك النصر ذروة قوة البحرية الإسلامية في جنوب المتوسط. وفي عهد الفاطميين زادت قوة الأسطول الإسلامي حتى وصفت أساطيلهم بأنها سببت فزعا للأوروبيين. وبعد سقوط الفاطميين ومجيء الأيوبيين تجدد اهتمام صلاح الدين الأيوبي بأساطيل مصر والشام، ولعبت هذه الأساطيل أدوارا مهمة في التصدي لهجمات الصليبيين البحرية. وفي عهد المماليك زاد الاعتناء بصناعة الأساطيل البحرية حتى بلغت ذروة قوتها بسيطرتهم على قبرص التي كانت حينها آخر معقل صليبي شرق المتوسط. وفي ذات الوقت كانت الدولة العثمانية تتوسع في الأناضول، ومنذ البداية أولى سلاطينها اهتماما بالأساطيل البحرية، خصوصا بعد فتح مدينة بورصة واتخاذها عاصمة للدولة، ثم فتح مدينة أدرنة في الطرف الأوروبي. وجاء النصر الأكبر للبحرية العثمانية بفتح القسطنطينية، والتي عدت إحدى المعجزات العسكرية والبحرية. ومن تلك الانتصارات والسيطرة والقوة كان الفكر العسكري العالمي يتشكل من جديد حول القوة البحرية، وبدأت أفكار ومعتقدات جديدة تطفو على السطح ستكون البداية لصراعات أقوى وأعنف. سادت لفترة طويلة من الزمن فكرة مفادها أن من يسيطر على البحار يسيطر على العالم. وكانت بريطانيا في بداية البلدان التي أسست أسطولا بحريا كان وراء قيام إمبراطوريتها الاستعمارية الشاسعة، وكان البرتغاليون قد فهموا ذلك الدرس أيضا. ثم تبعهم الفرنسيون، حيث كان الأسطول الفرنسي رغم تأخر تشكله زمنيا عن الأسطول البريطاني وراء مد نفوذ فرنسا إلى مناطق بعيدة في العالم. وكان ذلك المعتقد بداية لنزاعات بحرية طاحنة ومعارك وسيطرة عالمية كبرى. ولنفهم كيف تغير مفهوم المعارك البحرية والسيطرة، هلم بنا لنعود للحرب العالمية الأولى. خلال القرن التاسع عشر عملت الدول الأوروبية الكبرى على الحفاظ على توازن القوى في القارة،
الأمر الذي نتج عنه شبكة معقدة من التحالفات السياسية والعسكرية، وانقسمت القارة لمعسكرات على وشك الانفجار، وتزامن معها سباق تسلح محموم من كل الدول. فكانت النتيجة حربا عالمية أولى بدأت أوروبية ثم تحولت عالمية. أشعل شرارتها طالب جامعي بعد اغتياله ولي عهد النمسا عام 1914، وانتهت بصراع عنيف لأربع سنوات شاركت فيه أكثر من 70 دولة، راح ضحيتها نحو 22 مليون إنسان، ومهدت لتغييرات سياسية كبيرة وكانت وراء ثورات في دول عديدة. تلك ليست محور حديثنا في هذا الوثائقي، لكننا سنحدثك كيف كانت الحرب العالمية الأولى محورا لتوسع الأساطيل البحرية، وتأكيدا على ضرورتها وقدراتها المهمة للسيطرة على الكوكب. فمنذ انطلاق الحرب تركز الصراع البحري بين طرفين، المملكة المتحدة من طرف وألمانيا القيصرية من طرف آخر. الأولى بحرية كبرى جابت العالم وحصدت العديد من الانتصارات، والثانية صاعدة بقوة وتسعى لكسر شوكة بريطانيا العظمى في البحر. أول معركة بحرية اندلعت في تلك الحرب كانت معركة خليج هيلغولاند التي دارت في أغسطس من العام 1914 جنوب شرق بحر الشمال. المعركة في الحقيقة كانت هجوما استباقيا من بريطانيا ضد الألمان، وذلك لتأكيد سطوتهم البحرية وقوة أسطولهم، حيث هاجمت السفن البريطانية الدوريات الألمانية على الساحل الشمالي الغربي لألمانيا ونصبت لهم الكمائن خلال الدوريات اليومية. وكانت نتيجة تلك المعركة كارثية على ألمانيا، حيث قتل فيها 712 بحارا وأصيب 530 آخرون. ونجح الإنجليز بأسر 336 آخرين مع تدمير 3 طرادات خفيفة وقوارب توربيد عدة، في حين كانت خسائر بريطانيا أقل بكثير. وأكدت بذلك بريطانيا سطوتها على البحار وصعبت مهمة الألمان بغزوها عبر البحر، وفي ذات الوقت مكنتها من حصار ألمانيا بحريا خلال وبعد الحرب. لكن معارك البحار في تلك الحرب لم تنتهي هنا، وعاد الألمان ليحاولوا من جديد في معركة يوتلاند والتي عدت أكبر المعارك البحرية في الحرب، ووقعت في مايو من العام 1916 شرق بحر الشمال، وهي المعركة الوحيدة التي شاركت فيها البوارج الحربية في الحرب. ألمانيا أرادت من تلك المعركة أن تفك الحصار عنها أولا، وثانيا أن تصل للبر البريطاني وتكسر شوكة الإنجليز في البحر. خسر البريطانيون أكثر من 6000 جندي ودمرت 14 سفينة حربية من أسطولهم، لكنهم في النهاية خرجوا منتصرين. على الرغم من كون خسائر ألمانيا كانت أقل من ذلك، إذ إنهم أجبروا الأسطول الألماني على التراجع وفشلت مهمته فشلا ذريعا، وتأكدت سطوة بريطانيا العظمى على شواطئها. انتهت الحرب العالمية بقناعة راسخة لدى الإنجليز بأن البحر حولهم سيحميهم من أي هجوم، وأن قوة أسطولهم البحري قادرة على صد أي غاز لهم، وعززت من تمددهم حول العالم عبر البحر ليصلوا لآسيا وأفريقيا. فكانت الحرب العالمية الأولى ومشاهدته من معارك بحرية تأكيدا أن من يحكم البحار يحكم العالم دون منازع. الحرب العالمية الثانية قدمت مفهوما جديدا للحرب البحرية، حيث تميزت المعارك بالتكنولوجيا المتطورة والاستراتيجيات المتقدمة، والتي بدأت القوات البحرية باستخدامها بفاعلية عالية في الصراع، وفي ذات الوقت كان لها تأثير حاسم في النتائج النهائية. فقد استغلت كل الدول المعارك السابقة، خصوصا تلك التي حدثت في الحرب العالمية الأولى، لتطور أساطيلها واستراتيجياتها، وظهرت أسلحة جديدة مثل سلاح الغواصات وحاملات الطائرات والتي قلبت المعادلة، الأمر الذي نتج عنها معارك تاريخية ومفصلية في تلك الحرب، من بينها كان إنزال النورماندي، والذي كان أحد أهم العمليات العسكرية التي نفذها الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. تم تنفيذ هذه العملية في 6 يونيو 1944، حيث قامت القوات الغربية بغزو شاطئ النورماندي
في شمال فرنسا. تهدف هذه العملية إلى فتح جبهة جديدة في أوروبا الغربية وتخفيف الضغط عن القوات السوفيتية في الجبهات الشرقية. التخطيط لهذه العملية كان دقيقا للغاية، حيث شارك فيه العديد من الجيوش والقادة الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وغيرها. تم تقسيم الشاطئ النورماندي إلى 5 قطاعات رئيسة، وتم طلب هجومها بواسطة القوات البريطانية والأمريكية، وتم دعمها بقوات جوية وبحرية هائلة. في الصباح الباكر من يوم الهجوم بدأت قوات الحلفاء الهبوط بالمظلات والهبوط الجوية خلف خطوط العدو، بينما هاجمت القوات البحرية الرئيسة الشاطئ بتزامن دقيق مع الهجوم البري. واجه الجنود تحديات هائلة، بما في ذلك النيران العدوة والعراقيل على الشواطئ، لكنهم نجحوا في تحقيق تقدم ملموس خلال اليوم الأول. على الرغم من المقاومة الشديدة التي واجهها الحلفاء، نجحوا في تأمين رؤوس الجسور الهامة وفتحوا طرقا للتقدم داخل اليابسة. تم تعزيز الهبوط بواسطة تدفق المزيد من القوات والمعدات خلال الأيام التالية، ما سمح لقوات الحلفاء توسيع رقعة الهبوط والتقدم داخل الأراضي الفرنسية. إنزال النورماندي يعد من العمليات العسكرية الأكثر نجاحا وإشادة في تاريخ الحرب العالمية الثانية، وصنفت العملية على أنها أكبر عملية غزو بحري في التاريخ. لكن معركة أخرى حدثت قبل النورماندي كانت الأكبر لواشنطن، وهي معركة ميداوي التي ستتحول لأسطورة أمريكية خالدة. معركة ميداوي هي واحدة من أبرز المعارك البحرية التي دارت في الحرب العالمية الثانية، والتي وقعت بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك بعد 6 أشهر من وقوع الهجوم الياباني على بيرل هاربور. وقعت المعركة في يونيو 1946 في جزيرة ميداوي، وهي جزيرة صغيرة تقع في المحيط الهادي وتعد جزءا من مجموعة جزر هاواي. تعد معركة ميداوي نقطة تحول حاسمة في الحرب في المحيط الهادي، حيث شكلت هزيمة اليابان هناك فقدانا فادحا لقوتها البحرية وثباتا في القوة البحرية الأمريكية. سبقت المعركة محاولات من قبل اليابان لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ، وكانت تتوقع أن تكون ميداوي نقطة مهمة في خططها للهيمنة على المحيط، ولكن الولايات المتحدة استطاعت فك رموز التشفير اليابانية وفهمت نياتهم، ما أتاح لها التحضير لاستقبال الهجوم الياباني، حيث قامت اليابان بإرسال قوة بحرية ضخمة تتألف من 6 حاملات طائرات إلى ميداوي بهدف تدمير البحرية الأمريكية واستئثارها بالسيطرة على الجزيرة. ومع ذلك فإن الأمريكيين كانوا مستعدين تماما وقادرين على التصدي للهجوم. تمكنت القوات الأمريكية بقيادة أمراء الحرب مثل شيستر، نيمتز وفريدريك شيرمان من تحقيق فوز استراتيجي مهم، وتمكنت طائرات القوات البحرية الأمريكية من تدمير 4 حاملات طائرات يابانية، وهي خسارة فادحة بالنسبة لليابان. بعد المعركة فقدت اليابان القدرة على شن هجمات واسعة النطاق في المحيط الهادئ، وأصبحت تتواجه مع التهديد الدائم للقوات الأمريكية. معركة ميداوي تعد إحدى الانتصارات الحاسمة للحلفاء في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أثبتت أن اليابان التي كانت تبدو لا تقهر في ذلك الوقت ليست بمنأى عن الهزيمة. ومن جانب آخر أخرجت ماردا جديدا في البحار والمحيطات متمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكدت قوتها وسيطرتها العالمية وأنها القوة الجديدة القادمة للسيطرة على العالم. ولنفهم أكثر كيف كانت البحار والمحيطات مواقع حاسمة للسيطرة على الكوكب والتحرك فيه، سنروي لك قصصا من التاريخ عن أقوى المعارك والأساطيل في التاريخ، ومن ثم سنعود للصراع الحالي على البحار والمحيطات ونكتشف لمن ستكون السيطرة. في بحثنا في تاريخ المعارك البحرية وقوتها وتأثيرها، اصطدمنا بمعارك عدة وأحداث تاريخية غيرت العالم وقسمت دولا ومناطق. لكن لطالما كان تصنيف أهمية المعارك الحربية التي جرت عبر التاريخ سباقا دمويا بين المؤرخين الذين يعدون المعارك المصيرية هي تلك التي يحل بعدها السلام المباشر،
بينما آخرون يفضلون النظر إلى ما حققته من نتائج. وعليه وحسب ما وضع المؤرخ كارل فون كلاوزفيتس تعريفا مؤقتا لها، ووصفها بأنها معركة يحل بعدها سلام مباشرة. فمثل هذه المعارك تفرض على المهزوم قبول شروط المنتصر على طاولة المفاوضات، إما لأن الطرف المنهزم لم يعد قادرا على الاستمرار في القتال، أو لأنه يقدر أنه لن يستطيع تحمل التكلفة التي قد تقوده للنصر. ومن هذا التفسير الموسع نقول إن المعركة المصيرية هي تلك التي تحدد بشكل رئيس نتيجة الحرب. وفي عالم البحار يوجد 5 معارك بحرية مصيرية غيرت مجرى التاريخ. في المرتبة 5 معركة ليبانت بين العثمانيين والصليبيين 1571، رغم كونها صنفت في تلك المرتبة من قبل الكثير من المؤرخين لأهميتها، لكنها بالنسبة للعثمانيين لم تكن كذلك، حيث خسروا المعركة ضد تحالف الدول الكاثوليكية، وبالتالي توقف توسعهم غربا بالبحر المتوسط. أنشأ باب الكنيسة الكاثوليكية هذا التحالف وسماه بالعصبة المقدسة، وأرسله ليحارب الأسطول العثمانية في خليج كورنث قبالة السواحل اليونانية الغربية. كانت معركة ليبانت آخر معركة بحرية كبرى دخلتها سفن الأسطولين كافة في البحر المتوسط، وخلالها تمكنت العصبة المقدسة من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف طاقم البحرية العثماني، وبالتالي تأكيد سطوتهم على البحر المتوسط وانكسار سطوة العثمانيين التي استمرت طويلا. وفي المرتبة 4 معركة يامن بين المغول والصينيين عام 1279، وحسمت هذه المعركة التي تسمى أيضا طرف الغار الصينية بين سلالة وان المغولية وسلالة سونغ المحاصرة جنوب الصين، من يحكم الصين طوال قرن تقريبا. كانت تلك معركة مصيرية بقدر كبير، فقد شاركت فيها أكثر من 1000 سفينة حربية يديرها عشرات الآلاف من الجنود البحارة. تسلح قادة سلالة وان المغولية بالخداع والأساليب الجريئة للتغلب على كثرة تعداد الصينيين التي رجحت كفتهم بنسبة 10-1. انتهت معركة يامن بمقتل إمبراطور سونغ، ما أفسح المجال لسلالة قبلاي خان للاستيلاء على مملكة آسيا الوسطى. وبهذا تكون معركة يامن قد تركت صدى توابعها محسوسا في آسيا بأكملها لعشرات الأعوام التي تلتها. وفي المرتبة 3 معركة خليج كويبيرون بين بريطانيا وفرنسا عام 1759. فالعام 1759 لقب بعام المعجزات لبريطانيا العظمى، حيث تمكنت من حسم معارك كثيرة برية كانت أم بحرية. في السنة ذاتها كان هناك صراع بريطاني فرنسي على الفوز بسيادة أمريكا الشمالية، فقامت بريطانيا بإرسال أسطول كبير بقيادة السير الأميرال إدوارد هوك، أقل ما يوصف به أنه إعصار قادم من الغرب إلى خليج كويبيرون قبالة السواحل الفرنسية للتصدي للأسطول الفرنسي في عقر داره. تفوق البريطانيون بسهولة على الفرنسيين في المعركة، وانتزعوا منهم كل قيادة أو سيطرة على خطوط الشحن عبر المحيط الأطلنطي، وبالتالي أصبح بيد بريطانيا أن تمنع وصول أي دولة نحو القارتين الأمريكيتين. وفي المرتبة 2 معركة الأرمادا بين إسبانيا وبريطانيا عام 1588. كان أرمادا هو اسم الأسطول التابع لدوق مدينة شاذون الإسبانية، الذي زعم بأنه أسطول لا يقهر، والذي تلقى أمرا من فيليب الثاني ملك إسبانيا أنذاك بعبور القناة الإنجليزية بحر المانش والهبوط بإنجلترا من أجل خلع الملكة إليزابيث الأولى عن الحكم. وحسب الخطة عندما تنصب إسبانيا نظاما حاكما مواليا لها، ستنهي الحملة الدعم الإنجليزي للثورة الهولندية الشعبية الهائجة في هولندا الإسبانية أنذاك، بينما تنهي كذلك حملات القرصنة الإنجليزية على حركة الشحن الإسبانية. سعى الملك الإسباني فيليب الكاثوليكي للحصول على موافقة بابوية،
ونجح في الحصول عليها ضد إليزابيث البروستاتانية. مع ذلك فقد تحالف الطقس مع مهارة البحرية الإنجليزية واستراتيجياتهم المدفعية ضد الحملة الإسبانية، فلم يتمكن الأسطول الإسباني من الهبوط بإنجلترا، وبدلا من ذلك وجد الأسطول الإسباني نفسه مرغما على الطواف حول الجزر الإنجليزية في ظروف جوية سيئة حتى يصل إلى مرفئه بإسبانيا. تبرز أهمية المعركة من تساؤل المؤرخين حول ما إذا كان الإسبان قد تمكنوا فعلا من السيطرة على بريطانيا وتغيير الحاكم من بروتستانتي إلى آخر كاثوليكي. وفي المرتبة الأولى معركة تاريخية قديمة، وهي معركة سلاميسا بين اليونانيين والفرس عام 480 قبل الميلاد. قاد ثيميستوكليس مؤسس الأسطول البحري اليوناني أسطول من الحلفاء أقل عددا في السفن والرجال ضد الأسطول الحربي الفارسي تحت حكم الملك خشيارشا. نجح الأسطول اليوناني في أن يمنع القوات الفارسية البحرية من أن تصل إلى أعداد الجنود البرية الضخمة التي كانت قد عبرت مضيق الدردنيل وكانت تتحرك برا عبر اليونان بهدف أوحد هو غزو أوروبا. تراجع أسطول ثيميستوكليس بعدئذ إلى البحر قبالة سواحل جزيرة سلاميسا ليدافع عن شعب أثينا الذي كان قد هجر مدينته لصالح الفرس. نجح الدهاء والاستراتيجية الماهرة في أن يتغلب الحلفاء على أعداد الفرس في هذا البحر الضيق، ولولا الجرأة الأثينية والإسبرطية برا وبحرا ربما كان الملك خشيارشا قد صد مسار الحضارة الغربية وهي في مهدها، وبالتالي أعطى التصدي لهجمة الملك الفارسي العظيم لمعركة سلاميسا كل الحق بأن يكون لها شهرة أبدية، وبالتالي اختارها المؤرخون لأن تكون المعركة البحرية الأكثر مصيرية في التاريخ. أما على مستوى أقوى الأساطيل البحرية في التاريخ فقد شهدت القرون الثلاثة الأخيرة من تاريخ البشرية عددا لا يحصى من الأساطيل الحربية العظمى تتنافس فيما بينها لتوفير الأمن لبلدانها وتوسيع نفوذها البحري. تتسم القوى البحرية في كل فترة من تاريخ البشرية بسمة القوة النسبية، فالبحرية اليونانية التي يحكي عنها هيرودوت مثلا لا يمكن أن تقارن بقوة البحرية الأمريكية اليوم، إذ إن كلتا القوتين قدمت مساهمة كبيرة في أمن بلدانهم. كل واحدة كانت الأكثر قوة في وقتها وشكلت العالم من حولها انتهاء بالشكل الذي نعرفه اليوم. في المرتبة الخامسة البحرية اليونانية 480 قبل الميلاد، حيث لم تكن البحرية اليونانية في وقت الغزو الفارسي الثاني القوة الأكبر وقتها، مع ذلك استطاعت أن تتغلب على البحرية الفارسية وبانتصارها حافظت على الحضارة الغربية كقوة. كونت الإمبراطورية الفارسية بحريتها من الدول الساحلية التي سيطرت عليها. تضمنت هذه القوة متعددة الجنسيات من الفينيقيين والمصريين والقبارصة والبحارة من مختلف أنحاء اليونان وآسيا الصغرى، وبلغ عدد الأساطيل الفارسية 1207 سفن، لكنها خسرت قرابة 250 منها قبل معركة سلاميسا بسبب العواصف والمناوشات في معركة أرتمسيون. عمل اليونانيون بقيادة أثينا وسبرتا على تجميع قوة من 381 سفينة، وعلى الرغم من أن أسطول البحرية الفارسية في سلاميسا كان يقدر بضعف أسطول اليونان، إلا أن الأخير نجح في إلحاق خسائر كبيرة بالفارسيين وأرغمهم على الانسحاب. حقق النصر البحري اليوناني في سلاميسا نتيجتين رئيستين: الأولى حماية الجيوش اليونانية حيث منعت الإمبراطورة الفارسية من الوصول للبلاد، والثانية تمثلت في الخسائر الفارسية الكبيرة بما فيه الكفاية، بحيث أمر الإمبراطور الفارسي بسحب القوات البحرية. وفي المرتبة الرابعة الأسطول الصيني عام 1433 قبل الميلاد. كانت البحرية الصينية في القرن الخامس عشر قبل الميلاد قوة بحرية لا نظير لها، وبقيادة الأدميرال تشينغ خا نفذت 7 رحلات في المحيط الهندي وما حوله لتؤكد على أنها أعظم قوة شهدها العالم على الإطلاق.
كان لسلالة مينغ الحاكمة تطلعات خارجية تهدف لتأمين طرق تجارية من أجل استيراد البضائع والكماليات والمواد الخام إلى الصين. ربما كانت التكنولوجيا البحرية الصينية هي الأكثر تطوراً في العالم، حيث سبقت تكنولوجيا بناء السفن الشراعية في أوروبا بألف سنة. كان أسطول الرحلة الأولى ضخماً يتكون من 317 سفينة، 60 منها كانت تسمى سفن الكنوز التي يزيد طولها عن 400 قدم وعرضها 160 قدماً مع 9 صواري و12 شراعاً. وفي المجمل شنت مينغ الصين 7 بعثات. كان نطاق رحلات الأسطول يشمل جنوب شرق آسيا والهند والقرن الأفريقي والخليج العربي. أدى الصراع الداخلي في نهاية المطاف إلى نهاية أسرة مينغ وبعثاتها، ولم تتمكن بكين مرة أخرى من تأمين هذا الأسطول القوي. في المرتبة الثالثة البحرية الملكية عام 1918 ميلادي، تركت نهاية الحروب النابليونية في أوروبا البحرية الملكية أكبر وأقوى قوة بحرية في العالم في دولة مكونة من مجموعة جزر. كانت البحرية الملكية ضرورية في تأمين الممرات البحرية لمستعمرات المملكة المتحدة في الخارج، وخاصة تلك الموجودة في أمريكا الشمالية والهند وأفريقيا. تتوافق هذه الفترة مع ما يسمى باكس بريتانيكا، وهي فترة من السلام النسبي في العالم. كان متوسط حجم البحرية الملكية خلال القرن 19 52,000 سفينة فقط، ومع ذلك فقد لعبت دورا كبيرا في الحرب الكبيرة. حافظت القوات البحرية الملكية على قوتها النسبية من خلال ما يسمى بمعيار الطاقة، والذي يقتضي أن تكون البحرية البريطانية محافظة على هامش تفوق يعادل أكبر قوتين بحريتين مشتركتين. مثل هذا التفوق الساحق ردع القوى الأخرى عن تحدي لندن وزعزعة توازن القوى بشكل عام. بخلاف حرب القرم التي شهدت التدمير السريع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، قاتلت البحرية الملكية في عدد قليل من المعارك السطحية، واستغرقت قواتها في سلسلة من المعارك الصغيرة داخل الإمبراطورية البريطانية وفي ضواحيها ضد القراصنة في شمال إفريقيا وبحر الصين الجنوبي. في المرتبة الثانية البحرية الإمبراطورية اليابانية 1941 ميلادي. كانت البحرية الإمبراطورية اليابانية في بداية الحرب العالمية الثانية أقوى قوة بحرية في المحيط الهادئ وفي العالم. وقتها كانت اليابان مثل المملكة المتحدة، دولة تتكون من عدة جزر أجبرت على استيراد النفط والمواد الخام من الخارج. وأثرت مشكلة عدم الحصانة لدى اليابان أهمية بناء بحرية كبيرة للحفاظ على ممراتها وتأمين هذه الموارد لنفسها إذا لزم الأمر. شهدت بداية الحرب دخول اليابان مع 10 حاملات طائرات و1500 من أفضل الطيارين في العالم، كما كان لديها 12 سفينة حربية خاصة من فئة نيجاتو القوية والعديد من الطرادات الحديثة والمدمرات والغواصات، كما كان لديها أفضل مقاتلة في العالم زيرو سان وقاذفات التوربيد الممتازة وقاذفات بحرية وغيرها. كان الأسطول الياباني مسلحا ومدربا بشكل رائع، كما يشهد بذلك انتصاراته في ملايا وبيرل هاربر وجزر سليمان. ولكن سلسلة من القرارات السيئة التي اتخذتها القيادة البحرية حددت مصيرها. في المرتبة الأولى البحرية الأمريكية 1945، خرجت البحرية الأمريكية عام 1945 منتصرة من حرب المحيطين، حيث خاضت حملتين لهما غايتان مختلفتان لكل منهما. في المحيط الهادئ كان لابد من عكس المكاسب اليابانية من الفلبين إلى جزر سليمان، بينما كانت البحرية في المحيط الأطلسي مسؤولة عن تخفيف تهديد القوارب السريعة وشن غزوات في شمال إفريقيا وإيطاليا وفرنسا. بعد حادثة ميناء بيرل هاربر ارتفعت صناعة بناء السفن الأمريكية لتعوض الخسائر وتهيئ الاستعداد للحرب. تمكنت البحرية الأمريكية من النمو بنجاح
من 790 سفينة في ديسمبر 1941 إلى 6068 سفينة بحلول أغسطس 1945. وقد انتقلت البحرية من 17 سفينة حربية إلى 23، ومن 7 ناقلات أسطول إلى 28، ومن 171 مدمرة إلى 377. رافقت السفن الحاملة للطائرات 2547 مركبا برمائيا حربيا. كما كان لدى البحرية الأمريكية فرق من القوات الأرضية وست فرق من مشاة البحرية وخمسة أجنحة جوية تابعة لقوات مشاة البحرية قاتلت من جزيرة جودالكانال إلى جزيرة أوكيناوا اليابانية. تشير الإحصاءات إلى أن البحرية الأمريكية لم تخسر معركة بعد عام 1942، فقد نجحت بإرجاع البحرية اليابانية الإمبراطورية المتضائلة باستمرار إلى أبعد منطقة شرقا، حتى استسلام اليابان في أغسطس 1945. ومنذ ذلك الوقت والبحرية الأمريكية هي الأقوى في العالم، لكن اليوم تغيرت المعادلة. 2024، نحن في اللحظة الحالية، ويأتي السؤال: ماذا يحدث في بحار العالم؟ ولنفهم أكثر سنعود لتاريخين مهمين للغاية. فبراير 2022، اندلاع الحرب الأوكرانية، وأكتوبر 2023، عملية طوفان الأقصى. فاليوم تتمثل السيطرة البحرية في العالم في نقطتين مهمتين للغاية، وهما البحر الأسود والبحر الأحمر، بالإضافة للمحيطات والخطوط التجارية. في البحر الأسود تشتعل معركة كسر عظام بين روسيا وأوكرانيا، والأخيرة تتحرك بدعم غربي وأمريكي كبير، يسبب يوميا الكثير من الألم للبحرية الروسية التي باتت تعاني في البحر الأسود وتخسر أسطولها تباعا. فالحرب في ذلك البحر تعني الكثير للعالم. أوكرانيا إذا تمكنت من فرض سيطرتها فذلك يعني قدرتها على تصدير الحبوب للعالم بأمان، وبذلك لن يتخوف العالم من أزمة حبوب أو مجاعة في بعض المناطق. ومن جانب آخر، ترى روسيا بالسيطرة على ذلك البحر خصوصا شواطئ أوكرانيا هدفا استراتيجيا سيقضي على الأوكران سريعا ويجبرهم على الاستسلام والرضوخ لشروط موسكو. أما في البحر الأحمر فالمعادلة مختلفة تماما. هناك يوجد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي منذ انطلاق حرب غزة وإسرائيل اتخذت موقف المهاجم، وبعيدا عن المسيرات والصواريخ التي تطلقها باتجاه إسرائيل، فإن الميليشيا أوقفت الملاحة في البحر الأحمر من خلال استهداف السفن الإسرائيلية وسفن أي دولة تدعم تل أبيب، وفي بعض الأوقات استحوذوا على السفن خلال مرورها بالبحر، الأمر الذي استدعى تدخل البحرية الأمريكية ومعها عدد من الدول الغربية التي باتت اليوم قريبة من شواطئ اليمن لتنطلق منها الصواريخ والطائرات لتضرب مواقع الحوثي، وفي ذات الوقت تخوض اشتباكات حية مع قوارب حربية صغيرة للحوثي، بينما تتعدد الأطراف بين قوي وضعيف ودولة وميليشيا. تبقى الكلمة العليا عالميا حتى الآن للبحرية الأمريكية، فالبحرية الأمريكية تمتلك 7 أساطيل بحرية و10 قيادات قتالية موحدة على مستوى العالم. الأسطول الثاني الأمريكي مسؤول عن مهام الدورية والعمليات في شمال الأطلس والساحل الشرقي للولايات المتحدة، أما الأسطول الثالث فمسؤوليته تتضمن شرقي وشمالي المحيط الهادئ والساحل الغربي الأمريكي حتى ألاسكا شمالا، والأسطول الرابع تشمل مسؤوليته جنوبي الأطلس والبحر الكاريبي وكل ما يحيط بأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، أما الأسطول الخامس فمسؤوليته تشمل الخليج العربي وأجزاء من المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر، أما الأسطول السادس فمسؤوليته تشمل البحر المتوسط وأوروبا وإفريقيا، والأسطول السابع يتحرك غرب وشمال المحيط الهادئ والمحيط الهندي وجنوب شرق وشرق آسيا، وأخيرا الأسطول العاشر الأمريكي
والذي لا يعد أسطولا بحريا بمعنى الكلمة الحرفي، بل يعد مزود القوة للقيادة السبرانية لأساطيل البحرية الأمريكية، والمسؤولة بدورها عن برامج الحرب السبرانية البحرية بحسب الدليل العالمي للسفن الحربية العسكرية الحديثة، والذي يصدر تصنيفا سنويا لأقوى الأساطيل البحرية في العالم، والذي يعتمد فيه على رصد شامل لنقاط الضعف والقوة. فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر التصنيف كأقوى أسطول بحري في العالم، لكن من حيث عدد القطع البحرية وبحسب ما يقول الموقع العسكري Global Firepower، فإن الصين تتصدر التصنيف عالميا. وهنا قد تستغرب لماذا وصلنا إلى الصين ونسينا روسيا وغيرها. التمدد البحري والسيطرة على العالم يتمحور بين الصين وأمريكا إذا تحدثنا بهذا الجانب، وهو ما يقلق أمريكا نفسها، فهي تعرف أن الصين تطور أسطولها بسرعة وتحاول مد نفوذها في عدة مناطق في العالم، على رأسها آسيا وأفريقيا. واشنطن لا تزال مؤمنة بأن من يسيطر على البحار يسيطر على العالم، ولهذا تخشى من تحركات الصين التي لا تظهر للأضواء، لكنها تعدها تحركات حقيقية ومقلقة. ولذلك فالصراع القادم لن تظهر فيه روسيا ولا بريطانيا ولا فرنسا، وإنما سيكون بين العملاقين الصين وأمريكا. فمن سيسيطر على البحار هذه المرة سيسيطر على العالم.